السلام عليكم، الله يسعدكم، كل خير. اهلا فيكم على قناتي بيتي مملكتي. جيتكم اليوم بوصفه سريعه لتحضير مكونات جيجت بساط، كتحضر دقائق اللي هما بيتزا هوت او ساندويشات بطعم البيتزا الرائع لذيذه بزاف، كتحضر في دقائق معدوده لكم ووليداتكم خصوصا في هذه الاجواء الصيفيه. الى حبيتوا تعرفوا كيفاش عملتها تابعوني والفيديو الاخر، وفرجه ممتعه للجميع. الوصفة نحتاج لهذه المكونات. اول حاجة نبدأ بها الى شرائح من السلامي او السجق، انا عندي هنا سجق كيجي طعمه رائع، شرائح من الزيتون الاخضر، صلصة البيتزا، يمكنكم تعملوا اي صلصة انتم معتمدين عليها، ولا ما بغيتوش يمكنكم تعملوا الكيتشوب كذلك كيجي لذيذ، الى جبن موتزاريلا، جبن مفروم، اي جبن عندكم، الى بصل قطع رقيق ومقلي بهذا الشكل هذا، الى القليل من الموطارد يعني زنف، والى قطع من الهوت دوغ، وطبيعة الحال كذلك الى خبز الهوت دوغ كيجي بهذا الشكل هذا. يمكنكم تعملوه بالبيت، ولا كنتم مستعجلين يمكنكم تشريوه جاهز بهذا الشكل هذا. هذو هما المكونات. الان ما علينا الا نبداو طريقة التحضير، خليكم معايا لاخر الفيديو. غنبداو بها هو ناخدو الخبز الهوتو، غنقومو بتقطيعو بهاد الشكل هذا كيف كتشوفو، غنقومو بتقطيعو بس من هالجهة وحدة، وهاد الجهة غنخليوها مسدودة. نفس العملية نقومو بها الهوتو بالكامل. هاد الأكلة سريعة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت واللي كيحيروا شنو بغاو يطيبو، وفي الوقت في نفس الوقت كتجي رائعه ولذيذه بزاف. في اي وقت يمكنكم تعملوها في العشاء او في الغداء، تعملوا سندويشات وتخرجوا بهم برا كيجيو رائعين. قطعتهم بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نقومو ناخذوا السندويشه بهذا الشكل هذا، غنقومو بفتحها بهذا الشكل، ناخذوا بس لمسة من الموطارد يعني بس فقط القليل جدا يعني ما تكتروش، مسحة خفيفة بهذا الشكل هذا، من بعد غتقوموا بوضع الجبن. أول حاجة هو الجبن، من بعد تقوموا بوضع الهوت دوغ من فوق الجبن، وفي هذه اللحظة نقوموا بوضع صلصة البيتزا أو الكيتشوب، يمكنكم تعملوا اللي انتم متوفرين عليه وحابين تعملوه يعني، ومن بعد تضيفوا شرائح من الزيتون. سهله وسريعه ولذيذه كيف كتشوفوا، ما كتحتاجش وقت كثير. من بعد غتقوم بوضع الجبن كذلك، وغنيه والاطفال بطبيعه الحال غادي تعجبهم هذه الاكله كيف كتشوفوا. اخر حاجه غنقوم بوضعها هو شرائح السلامي او يعني السلامي او السجق، انا استعمل السجق، وبهذا الشكل تكون جاهزه. يعني عين نكمل الساندويشات بالكامل.
بيتزا هوت صار جاهزه معانا. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما خرجتها من الفرن، باقا سخونه كتجي لذيذه بزاف، يعني ساندويشات بطعم البيتزا سريعه التحضير كيف شفتوني. مكوناتها بساط، يمكن لكم تعوضوا الهوت دوغ اللي ما كيبغيش يعملوه يعملوه باللحم المفروم، يعني الكفته حتى هو كتجي مزيانه، او الدجاج، يعني لكم الاختيار. طعمها رائع، كتحضر في دقائق زوينه، يعني الوجبات السريعه لوليداتكم. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، لا يعجبكم ما تنسوا تشاركوا مع اصدقائكم باش تعم فائدة على الجميع، وتعملوا لايك وتشتركوا في قناتي اللي باقي ما اشتركش. والى اللقاء في الملتقى القادم بحول الله.